صباح الخير مع عطر الورد. وضمت ورد جديدة معكم مشاهدينا بيوم الجمعة عبر قناة أوغاريت وإذاعة أمواج اف ام. ضمت ورد بيفوح منا عطر الفن، عطر الأغاني والحناجر التي تصدح اليوم للوطن وتغني، حناجر شابة ترافقها الموسيقى تغني للوطن وحب الوطن والانتماء له. مع فن التصوير الضوئي أيضا هو نوع آخر من الانتماء لفن اللحظة والإبداع. اليوم هي باقتنا اللي رح نقول فيها صباح الخير لضيوفنا الفنان الموسيقي سعيد شاكوش. يسعد صباحك استاذ سعيد. اهلا وسهلا فيك مصطحبا العود يا ميت هلا. وبرحب بالشاب يارا علي، صوت دافي وجميل. اليوم رح نسمع منها الاغاني الوطنيه وخاصه انهم عم بيحضروا لعمل بعنوان طوفان الاقصى. اهلا وسهلا بيارا. اهلا وسهلا. وايضا الشاب الصغير محمد برغل اللي راح نسمع منه اليوم اغنيات للوطن وحب الوطن. اهلا وسهلا بمحمد، اهلا وسهلا فيكم. استاذ سعيد، اليوم الاغنيه الوطنيه هي التي تاخذ ايقاع حياتنا وهي التي نسمعها وهي التي تخرج ايضا مننا ومن احاسيسنا. الى اي حد فعلا الاغنيه اليوم عم بتعبر عن هذا الايقاع اللي عم نعيشه؟ الاغنيه الوطنيه بتمثل الكلمة واللحن اللي بدي أعبر عن كل كلمة بدي أعطيها بالأغنية الوطنية، بتمثل عن أحاسيسنا ومشاعرنا وحبنا للوطن. نعم. هلأ أنتوا هيك محضرين مجموعة من الأغاني منها من الأعمال أو من نقول الأغنيات اللي كنت قدموها بعمل قادم أو من نقول يمكن قدمتوه خلال الأيام الماضية بعنوان طوفان الأقصى. طوفان الأقصى. فاخترتوا الأغاني اللي منها أغاني جديدة ومنها أغاني الوطنية المتعارف عليها. طبعا. شو رأيكم نبدأ بأول أغنية؟ موطني. نسمع موطني؟ طبعا. نسمع. الشباب محمد، هيك لما انتم عم تحضروا لمسرحيه غنائيه كيف لما عم تأدوا الاغنيه الوطنيه ونحن عم نعيش هاي الاحداث عم نعيش هاي المشاهدات، انتم يعني خارجين من الطفوله وعم تغنوا اليوم للوطن، عم تغنوا لغزه لفلسطين، كيف عم بيكون هيك احساسكم وتفاعلكم سواء مع الاحداث او من خلال اليوم الشيء اللي عم بتقدموه؟ هلا للصراحة نحن بعد ما شفنا يلي شفناه وتابعنا الأخبار على التلفزيون أصلا يعني أصواتنا ما عاد قادرة تطلع، حناجرنا رح توقف، بس مع هيك نحن عم ندافع بالغناء أو بالتمثيل أو بالفن وما رح نستسلم أبدا. بالعكس هذا الجيل لازم يدافع بكل شيء بيملكه سواء بالعلم أو بالدراسة أو بالفن، ونحن صامدين ورح نضل ندافع عن الوطن. تمام. يعني اليوم هذا هو التعبير اللي عم تعبروا فيه عن موقفكم عن انتمائكم. استاذ سعيد، يعني في اعمال خاصه كمان عم تشتغلوها موسيقيا وفنيا، مسرح، اغنيات خاصه مثل ما قلنا هلا رح نسمع، ايضا في موسيقى حضرتك هلا
حضرت مؤخرا موسيقى تصويريه، موسيقى تصويريه عن مشاهد، عن الشيء اللي عم يشوفه من الم، من فجسدتها بموسيقى حزينه وسميتها طوفان الاقصى. نعم نسمع. فيها كم من المشاعر والاحاسيس والحزن والالم واضح، ويعني معروف الاستاذ سعيد قد انت مقطوعاتك الموسيقيه فيها هذا الدفء، لكن واضح ايضا فيها تنوع بالمقامات كثير. المقامات الموسيقيه الحجاز الشرقيه بشكل عام. نعم نعم. ايضا في لوحه عم بتقدموها او قدمتوها بالمسرحيه عن ام الشهيد، بنقدر نسمع الديو بيناتكم محمد ويارا؟ تفضل. غزية صامدة من ألحاني ومن كلمات منى فهمي وجهلة تحية. نعم. طوفان لحد يوم الدين رح تبقى غزة قوية.
ورمز للصامدين. الاغنيه الفلسطينيه حاضره، الاغنيه اللي هي التراث الفلسطيني، الفلكلور الفلسطيني اللي هو يعني فلكلور بلاد الشام عموما، وعم تقدموا هذا الشيء كثير بامسيات بمسرحيات لنقدم هذا البعد الثقافي والفلكلوري للفن الفلسطيني. شو قدمتوا بهذا المجال من اغنيات؟ في اغاني كثير للتراث الفلسطيني، فاليوم راح نسمعكم يا ظريف الطول. هاي من الاغنيات الشائعه بالفلكلور الفلسطيني. تفضل. الشعبيه. Oh.
شكرا شكرا محمد ويارا واستاذ سعيد. شكرا ويارا ومحمد، احكوا لنا على المسرحيه اللي قدمتوها عن طوفان الاقصى ومشاركه الشباب في العنصر الشاب اكثر شيء. المسرح هو نبض الشارع، يعني نحن كمسرحيين ما بنرضى تمر هيك قضيه عظيمه بلا ما نجسدها ونتفاعل معها، لانه بالنهايه هي رسالتنا نحن كمسرحيين. بدي وجه شكر لفرقة أليسار المسرحية والأستاذ بسام سعيد يلي دعمنا بكل خطوة وبكل الأوقات. بدي وجه شكر لمخرج العمل أستاذ نضال عديرة. ونحن الشباب يعني لازم نساهم بهذا الشيء منشان يعني ندافع ولو بشيء بسيط من الفن أو من الثقافة. هذا التعبير اللي أنتم اليوم عم تقدموه بهاي المفردات بالفن بالمسرح بالغناء الإشراف الموسيقي والأغاني أستاذ سعيد. طبعاً في عدد كبير من البنات الشباب عم بعطيهم تدريبات سولفيج وتدريبات الأغاني لتأدية العمل. تمام، واليوم العمل بأبعاده الوطنية والإنسانية وبيجسد صور من المقاومة الفلسطينية وخاصة مثل ما هلأ بشوي سمعتينا أم الشهيد وهي يعني الحالات المختلفة اللي ممكن تجسدها يجسدها عمل درامي. اتمنى لكم كل التوفيق ونحن مكملين معكم مشاهدينا مع الفن ورح نروح لاحد الفنون الجميله اللي هي نعتبرها فنون فن اللحظه والابداع، فن التصوير الضوئي بما يحمله من جماليات من زوايا خاصه من احساس وتوثيق للحظه وللمكان الزمان والمكان. منقول صباح الورد وصباح الخير. بينضم لنا الفنان المصور الضوئي محمد فتوح. يا صباح الورد. صباح الورد، اهلا وسهلا بالاستاذ محمد فتوح. صباحك استاذ ربابة. يا هلا. دراستك هي بالكليه التطبيقيه، الفن التصوير بدا هوايه اليوم صار حاله احترافيه، ميلك لعالم اللقطه الجميله للكاميرا اللي تطورت فيها من الهاوي الى الاحتراف. هلا اغلب المصورين عندنا بلشوا كلهم من التصوير على الموبايل وبدايتهم كانت كثير بسيطه وكلنا عانينا من هالبدايه يعني. فنحن انا وقت بلشت التصوير كان لسه لايام وقتها الموبايلات الضعيفه، فنحاول صور اخذ لقطه مطلع حلوه. فافترضت رحت صرت افتح يوتيوب افتح فيديوهات احضر الاجانب كيف بيشتغلوا بيعملوا الصور بيعملوا فيديوهات، توسعت اكثر اخذت فكره كبيره عن الموضوع هذا. صار لي سنين الحكي لحد ما انه حسنا نجيب كاميرا وبلشنا نشتغل على ارض الواقع باحتراف اكبر. بس بضل اللحظة الأولى اللي بلشت فيها التصوير في شيء اسمه هوية بصرية. حاولت إني اكتسب هوية بصرية من الأجانب أكثر، آخذ صور فنية تكون غربية أكثر فيها سينمائي، آخذ بين السينما والصور الطبيعية اللي عندنا هون. لحتى ما بلشت أدخل بالاحتراف هلا وصرت أعمل صور يكون ألوانها سينمائية أكثر ويكون تعجب المشاهد بشكل عام. يعني واضح انه هي رغبه ذاتيه، تدريب ذاتي، يعني انت لحالك هذا الشيء، فانت عندك بالتالي ممكن رؤيتك الخاصه وهويتك يعني اللي انت هلا عم بتكونها. الهويه البصريه اللي عم نكونها. الهويه البصريه. هو يعني انت ليش رحت لعالم الصوره؟ يعني شو اللي هيك كل حدا بجوز له مجال الغناء الموسيقى، انت ليش رحت هيك باتجاه انه جذبك عالم التصوير؟ العالم التصوير فيه هو فن بالاول، يعني انا لما بدي بلش كنت اعمل اي شيء بحياتي، كنت حابب ادخل بشيء فني، فصرت احاول ادور على شيء حلو لفت نظري، انتبهت على موضوع التصوير، الالوان اللي فيه، جماليه الصوره، اللوحات اللي عم تنعمل، يعني هي نوع من انواع الفن بشكل اكيد، بس صعب، يعني صعب وحاولت انه ادخل فيه اكثر ولهلا ماشيين فيه تمام ان شاء الله. هو بيجمع بقى بين الفن والتكنيك كمان. ما قدرت هيك تستقيم شوي برؤيتك لحتى صار عندك كاميرا ساعدتك يعني مو باي كاميرا، انت لو عندك عين قبل كنا نصور بالموبايلات فيديو كان او صور صور وحط البرامج على الموبايل وعدل واشتغل وساوي ضل ساعات فيها اخر شيء حذفها يعني ما تعبي عندي. فهون كمان الكاميرا الكاميرا لعبت دور اكثر كمان الدقه والتفاصيل الالوان الشغل عليها الفوتوشوب هاي كلها يعني اجت اسست ورا بعد خلال سنين انه اشتري غرض حط كذا اشتري غرض ثاني لحتى صار عندي يعني مثل عدي متكامله شوي هلا
يعني تعتبر متوسطة، بس عم نعمل فيها نتيجة حلوة الحمد لله. تمام، يعني هلا من خلال اللوحات والصور اللي عم نشوفها واضح هيك حبك للأماكن، للمدن ورموز المدن السورية، وبشكل خاص يعني الأبنية القديمة للعمران، يعني حتى الآثار، الأبنية الأثرية. أولا شو هي الجمالية اللي أنت بتشوفها لحتى تلتقطها، والزوايا اللي بتختار فيها؟ هلا نحن دائما بنقول شغله انه الصوره بلا فكره ما بتسوى شيء. يعني في الصوره في عناصر تكوين وقواعد وكثير شغلات مشتغل عليها وزوايا مثل ما قلتي حضرتك، بس الصوره بدون فكره بدون النظره ما بتسوى شيء. صح. فانا لما اكون موقع متواجد بموقع او لوكيشن او اي شيء معي كاميرا بلفت نظر التفاصيل القديمه، ان كان اكثر شيء المآذن وانواع، انا عندي شوي هيك اطلاع على الموضوع انه كل مأذن مثلا كل شكل بياخذ على حضارة او مثلا يعني هيك شيء مثل العصر الاموي، العصر العباسي، العصر عفوا العثماني. فكان في مآذن بتدل على هذا الشكل اكثر، فروح انا والله التقط هاي الصور بس بطريقه احترافيه بحيث اني اطلع قواعد تكوين بالصوره مع المأذنه مثلا، واعمل لها الوان سينمائيه اخلط بين الحاضر والقديم. تمام. فحاولت اني اعمل هالشيء بصور لان صارت تزبط معي، صارت تسمى لوحات اكثر من انه صور. صحيح. تنعرض. صار في قيمة مضافة، يعني مو بس لقطة إنما إلى دلالات عم تربط الماضي بالحاضر. تماما، بحيث الفن التصوير الحديث واللقطات للتاريخ القديم. يعني بالأخير كمان اللي يعني إذا نحن ما حاولنا نطلع تاريخنا فمثل اللي بيصير. نعم. يعني نحن عندنا تاريخ وكبير وعدم مؤاخذة لما كثير عم يطلع بالصور، العالم مهتمة أكثر على التصوير الحديث الماكرو وكذا، بس نحن في عندنا لقطات كثير قديمة وفي عندنا مدن ومواقع كثير حلوة، حلب مثلا، الشام، حماه، طلع صار قليل اللي بيهتم بهالموضوع. وهذا حبك كمان للنواعير، نواعير حما هي بحد ذاتها يعني قيمه جماليه وتاريخيه. هي صراحه لما تروح على هيك مدينه حلوه بيلفت نظرك اجباري النواعير. فكان تحدي انه نعمل صور حلو اكثر، يعني انه لهيك منظر، ومثل ما قلت انه حاولنا نخلط فيها بين التصوير الحديث والمنظر القديم. نعم، وانت عم بتضيف فكره مثل ما قلت، يعني حتى بصوره المئذنه عاطي حاله تشكيليه. تماما. يعني بالاضاءه بين السماء وبين فهون كمان يعني هذا فن، يعني هون انت مو بس انه فن لقطه انما فن تشكيل من لقطه وتشكيل لوحه. عم تقول التكنيك او كذا اكتسبته من هيك تعلمك، اما هذا الحس الفني هذا كيف اجى عبر التجربه وعينك انت اللي هذا بنسميه الهويه البصريه، بالتغذيه البصريه. انا كشخص هلا كمصور نحن عندنا كثير شيء مهم، الواحد يقعد يحضر صور لمحترفين لاجانب لعرب بحيث انه انا اشوف الصوره الحلوه الصحيحه بالوانها بكادرها بتفاصيلها واني اتعلم منها احاول اقلدها. طبعا هذا الشيء ما اجى عن فراغ، يعني نحن كثير حاولنا نصور لحتى ناخذ احسن لقطه لحتى نضل نعدي عليها مره ومرتين ثلاث ليطلع معنا جماليه بالصوره اكثر لنوصل لمرحله الاحتراف. طبعا لسه لا، يعني عندنا طريق طويل لانه موضوع التصوير كثير كبير تقنيا وفكريا وعلميا. هلا معلش هذا فن صح، بس بالاخير كل الفنون تعتمد على الاداء، على الجهد الذاتي، الا موضوع التصوير بيعتمد على الماده، بيعتمد على التقنيه، بيعتمد على كمان التعب والجهد الذاتي. فنحن عندنا حاولت اني اتعب بس لسه في شيء بموضوع التقنيه صعب شوي نوصل له خاصه بالوضع الراهن يعني. فبنحاول نحن نكتسب موضوع نشتغل بالعده الخفيفه لحتى نعمل اجمل صوره فيها. نعم، ولو انه لا تزال الكلاسيكيات هي يعني بحد ذاتها قيمه فنيه. صحيح. يعني التقنيه دخلت ما اضافت شيء فني، لكن بضل كمان الكلاسيك الأساس. هو الاساس يعني، ويمكن له جماليته الخاصه. صحيح. خاصه اذا اسود وابيض مثلا موجود له جماليه، يعني هذا بحد ذاته. هلا كل سنه بتصير مسابقه لاجمل صوره او يعني كثير هيك يعني حول العالم مسابقات عن اللقطه الجميله، سواء بتحمل فكره او بتحمل جماليه او بتحمل زاويه او قيمه فيها ابعاد يعني بالعمران الى اخره. هلا بجوز 10 مصورين ياخذوا نفس الزاويه لكن تطلع لقطه مثلا فعلا مميزه، شو بتكون القيمه اللي اضيفت لها؟ يعني شو الحاله اللي خلتها تكون فعلا انت بتطلع بتحسها فيها شيء، يعني فيها شيء ابداعي اكثر؟ تماما. هلا هي الصورة يعني إذا نحط الصورة بنشرحها قدامنا، فهي فيها عناصر تكوين وكادر وزاوية وحجم لقطة وعنصر أساسي. معايير تماما، يعني معايير كثير دقيقة. حتى بالمسابقات بيعتمدوا معايير. أنا لما بدي أحط صور وبدي أحط علامات عليها فأنا بدي أدرس كثير قصص،
ما انه والله بس انه مثل ما بيقولوا لقطه زر، لا هي ممكن تزبط معك لقطه زر، لقطه زر بس ما تنجح. يعني اول شيء نعتمد على الفكره، ثانيا على قواعد التكوين اللي بالصوره، ثالثا بالاخير الصوره النهائيه مع التعديل. بس مثل ما قلت حضرتك يعني هلا دارج في البلاك اند وايت، يعني التصوير الابيض واسود هلا دارج في كثير انواع عمود للتصوير. تمام، بدك تختاري النوع اللي بتحبيه انت وتبلشي فيه. بس هلا انت معي انه مو شطاره انا اخذ اي لقطه واقعد اشتغل فيها هيك فوتوشوب واعدل وكذا، فهون انا يعني ما عاد فن، يعني عاد هذا التعديل او فن على فن اضافي، اما انا لما باخذها بمعايير التقليديه هون الفن، هيك بتسوى. ما بعرف اذا بتوافقني. هلا اغلبيه الصور اللي بتنعمل بالمسابقات بتكون بشروط انه ما يكون داخلها فوتوشوب. تمام، اغلبيه الصور هي لنبقي على هذا الفن الجميل. مثلا نحن بهالسنه بهالتاريخ صار يعتمد الفوتوشوب، ولا دخل الذكاء الاصطناعي اكثر ودخل هو فن قائم بذاته طبعا. يعني هلا انت في عندك بعض الصور فيها شويه فوتوشوب، يعني الفوتوشوب هو اغلبيته بالالوان، بإزالة العناصر المشوهة بالصورة، مثل شخص بالصورة طالع شكله غلط فأنا بشيله، مثلا في وسخ عفوا، مثلا في أي شيء منظر سيء بالصورة فأنا بشيله، هذا مؤذي للعين. تمام، ما بتريحه. وفي شيء إما مكبره أو هيك عطيه حجم أكبر، هذا الشيء ما موجود. أنا بصوري دائما عم نعتمد على الصورة الأصلية بس بالألوان عم اشتغل الإضاءة. تمام، حس أنه بين السينمائي المود اللي أنا بحبه اللي تعلمته اللي اشتغلت عليه. واضح فيه إيه حس سينمائي، خاصة بلقطة الصبايا مع الطبيعة، الزرع، الورد. فهون كمان حتى يعني ما نقول الأبعاد مع الألوان في انسجام، يعني لون الأحمر مع التوازن. تمام، هون كمان انت هدول يعني اكيد ذائقتك الخاصه هون. تماما، هون يعني مثل ما بيقولوا احنا عم نكون هويه بصريه، فانا بحس انه انا هاي الصوره بدون ما احط عليها لوجو، اذا لاحظتي كمان صور يعني اغلبيتهم ما في لهم لوجو، بحس انه خلص انا هذا الشخص شاف هاي الصوره فعرف انه انا اللي مصورها. لانه انا صوري عم بتكون على نمط واحد. بصمتك الخاصه. تماما، هي نفس البصمه الخاصه تعتبر هويه بصريه لنا. يعني مبصره ما بحاجه لوجو، لا اي شخص صار عم يحسن يشيل لوجو من الصوره، شغله كثير بسيطه. فانا ما بدي احط لوجو، خلص انا بتميز بنوع ما او مود معين وبطرح صوري عليه، بحيث خلص انا بشوف الشخص بدون ما اشوف على صفحتي انا الصوره بعرف انه انا مصور. لكن هلا يعني هي كثير مهمه، مثلا لما خطاط بنشوف اي خط بنعرف انه هذا في اسماء، يعني بسرعه ما نعرف انه هي لفلان اللوحه، واكيد الصوره كمان هي بتعطي طابع يعني المصور، هي لما بتوصل فعلا لمرحله من الاحتراف والتقاط الزوايا النادرة. التوقيت بالصورة قديه مهم، مثلا عندك شيء ليلي، عندك مسائي، عندك صباحي، هون خياراتك بالتوقيت شو أهدافك أيضا بالصورة؟ لا مثل ما قلنا العدة بتلعب دور كبير بحيث تصوير الليلة. يعني أنا كشخص حامل كاميرا متوسطة فما فيني صور بالليلة، يعني ما في حساسية ضوء عالية، فأنا بدور على أوقات اللي بنسميها أوقات الذهبية، هي بتكون يا بطلوع الضوء الفجر يا أما العصر، هذا بيكون الشمس فيه ناعم، الضوء متوازن، ما في ظلال حاد، ما في ضوء قوي مثل الشمس الساعه 12. فنحن بندور دائما على التصوير بالوقت بيكون فيه يا غيوم، يعني بيكون هيك الارض اذا بتلاحظي كلها مفلتره ما في ابدا منظر مزعج بالاضاءه. هذا التصوير بيكون الوقت كويس، يعني بيكون الجو غائم، يا اما صباحا يعني صباح باكر، يا اما العصر مثلا على الخيوط الحمراء تاعت الشمس الغروب، هون احلى شيء، هذا وقت مميز للتصوير. تمام، يعني عم نقول عن ناحية، وبما أنه اليوم كمان عم نحكي بهذا التوجه، الفن هو انتماء. لما عم نصور المدن ومنوثق مواقعنا الأثرية، طبيعتنا الجميلة، بحرنا، جبالنا، هذا جزء أيضا من توثيق تاريخي للحظات. أنت قلت لما حتى لما بتحط شيء من عاديات الزمن يعني بتعطيه شيء معاصر، بس بتقول هذا تاريخنا وهذا يعني مثل ما له قديم ما له جديد. فهون قد ايه مهم نحن اليوم التوثيق، توثيق بلدنا بلحظات انتمائنا كمان لإلها. أكيد لك. يعني نحن جيل اليوم عم نوثق، بيجي جيل بعدنا بيوثق بصور اخرى، قد ايه مهم هذا الشيء يتوارد. مثل هلا نحن شبابنا اليوم عم بيغنوا هاي الاغنيات اللي تغنت قبل لكن اليوم هن عم بيرددوها، وراح يجي جيل ثاني ايضا يغنيها ويرددها، هي رساله فن وابداع وانتماء ايضا. صحيح. هلا في كثير يعني في كثير مجالات نحكي فيها بالموضوع، بس فيني اقول شغله، مثلا هلا التصوير صار من اساسياتنا بعالمنا الحالي بوقتنا المعاصر هذا، يعني بحس مثل ما بيقولوا من العرس انه ما بدها غير الصور. ففينا نشبه هالموضوع بحس البلد، يعني انا لما بدي اصور المأذنة بدي اصور اي منظر تاريخي عندي، فانا عم وثقه للايام اللي جايه، عم بعمله بشكل حلو، بس بخلي بصمتي انا كفنان فيها بالصوره.
كثير مهم موضوع التصوير والتوثيق بشكل كثير كويس. هلا نحن حد يعني حتى مع التقدم التقني هلا بالعالم الخارجي، بس نحن بنضل بحاجه الصوره. صح، يعني لاحظي بالايام اللي صارت كارثه الزلزال صار يعرضوا صور مثلا الشارع نفسه قبل وبعد، قديش ما صارت مهمه مثلا نعرفوا البنايات كعدد اللي نزلوا وكذا والامور الاحصائيات. كثير مهم موضوع التصوير يعني التوثيق ايضا. لا، واليوم نحن مثلا في ناشطين بينشروا صور لدمشق فرضا او حلب من عام 1917 1800 وكذا، يعني نهايات القرن ال 19 يعني تصور انا مثلا اي، وبتصور اي مشاهد يعني اي حدا بتطر كبره لشوف الشخص اللي ماشي ورا هيك انه هذا كيف كان لابس، انه يا الله معقول هذا مر بهالشارع اللي لا يزال ماثل الى اليوم الشارع. يعني هو صح بجوز في شيء اثر، لكن هذا الشارع بس بقول لك هذا كان فرضا ساحه المرجه بدمشق عام 1000 وكذا، يعني فانت بتقول هي ساحه المرجه اليوم موجوده وفي ناس عم عايشه فيها وعم تروح وبتجي، لكن هذا الشخص بعام 1918 مثلا كان عم يمشي على هذا، ما بعرف بحس فيه شيء بعد انساني ايضا وعوده هيك لتاريخنا، عوده لانه مشت على هذه الارض شعوب واجيال، يعني اجيال واجيال. وكثير حلو نروح نشوف كمان هلا كيف صارت المنطقه نفسها، كيف كانت وكيف صارت، تمام، كيف تغير التاريخ. هون الشخص بيضيع بالتفاصيل اللي تغيرت بالعلم وهي المتقدم. بحد ذاتها يعني احساس جميل، فكره صحيح. حلوه مثل ما قلت بالنهايه هي فكره، فتبقى فكره جميله وهذا هو الفن وهدف الفن. يعني هلا الشباب الاستاذ سعيد وشبابه اللي هيك عم بيتدربوا بيقدموا شيء حلو وشيء منتمي ايضا، عم بيتثقفوا وعم يدرسوا وعم يعطيهم من علمه وعم بيدربهم. نفس الشيء المصور انه بالاخير بدك تكتسب ثقافه دائما. انت قلت لحالك اكتسبت هالشيء، فيما بعد لما توضح الرؤيه اكثر والاحترافيه بدك تصير بقى تاخذ ثقافه اوسع واعمق وتطلع على تجارب عالميه. هون كيف مدى بقى تعميق هي الثقافة بمجال التصوير؟ كثير مهم الثقافة والاجتماعية كمان، مهم انك تكون شخصية تتعامل مع العالم. التصوير مثل ما يعني نحن التصوير له جوانب الفن وجوانب المهنة، المهنة بحاجة كمان بزنس، انا بحاجة اتعامل مع عالم اكثر، اتعرف على ناس اكثر. بالاخير المصور بلا سمعة بدون عالم ما بيشتغل يعني. بنفس الوقت بحاول انه كمان يضل مع حاله يتعلم يشوف كل شيء جديد يواكب التطور، بحاجه تعدي دائما مشان يحاول يضل ماشي مع التطور، ما يضعف من قيمه الكواليتي تاعته، ما تضعف ابدا يعني. فموضوع شوي صعب يعني، هلا مثل ما قلنا الشباب هون عم يعزفوا مثلا عم يكتسبوا جهد خبره كل يوم بدهم ينموا شيء عندهم يكتسبوا ثقافه. احنا التصوير بدك اكثر لسه بتفوت بين موضوع المهنه والبزنس وتتعاملي حتى كتاجر وكمصور فني. كثير صعب شوي القصه هي، بدك تلم بكلمه تماما بدك تحاول عليها، وخاصه انه نحن قد ايه طبيعتنا حلوه ومتنوعه وعندنا الوان جميله لازم يتوثق كمان، وعندنا فصول اربعه وتاريخ جميل، فكل مقومات الفن موجوده لننهل منه، وعندنا شباب واجيال بتطير العقل استاذ سعيد. فهون كيف نحن اليوم عم نشتغل على هي الخامات ننميها ونعمق حضورها وانتمائها. ما شاء الله عليهم يعني في وعي وفي تلقف لاي شيء جديد. كيف نشتغل على الشباب الطالعين العلوم الموسيقيه هي الافاده للطالب. دول بيستفيد منها اكثر شيء، سولفيجات، المقامات الشرقيه، المقامات الغربيه كلها بيستفاد منها وبتدرب عليها. تمام، نعلمه حسب الاصول يعني. هلا ممكن في اصوات سوبرانو، في اصوات عريضه شوي، هلا مثل محمد مثلا مساحة صوته عالي شوي، يارا يعني بدها فتح صوت اكثر، هذا على التدريب يارا دفى بصوته. هو محمد خرج مسرح اكثر من استديو، كل واحد له لون معين بالغناء. حلو. يارا فعلا لما انت اليوم عندك هاي الموهبه، عندك خامه حلوه، عم تتدربي واكيد ان شاء الله المستقبل امامك، كيف تحسي انه هاي حتى موهبتك هي مسؤوليه بدك تقدمي فيها شيء، تقدمي فكره؟ اول ما قال الاستاذ محمد عن فن التصوير انه اي صوره بدنا نقدم فكره، اليوم نحن مطلوب مننا بالفن نقدم فكره، نقدم رساله، وبنفس الوقت نقدم موقف. ايه طبعا انا عم بتدرب على هالشيء لانه كل انسان عنده ثقافه، يعني ما بيحط لها ثقافته حدود، بضل مكمل. فانا كثير بحب هذا المجال وكثير حابه اكمل فيه،
ونمي ثقافتي، لانه يعني بالنهايه هي يعني واجب علي ومسؤوليتي هي، يعني هي نعمه بعث لي اياها الله، فانا لازم احافظ عليها ونميها. تمام. انا بنهايه هذا اللقاء بدي اتشكركم، اتشكر هذا الحضور الفني الجميل سواء عبر التصوير والغناء والموسيقى. محمد فتوح، ما هي الافاق؟ افاق بعيده كثير. مبين واضح طموحك وتطلعاتك. حاول نوصل ان شاء الله لاحلى صور موجوده عندنا، نوثق كل شيء حلو، نتعامل مع العالم بشكل اجمل كتصوير وكلوحات مقدمه بشكل اكثر واجمل. المعارض بتفيدك المشاركات ان شاء الله، بس لسه مستقبلا يعني هلا يعني قدامنا طريق طويل مثل ما بيقولوا. ان شاء الله بالتوفيق يا رب. محمد بدراستك وبموهبتك. استاذ سعيد ويارا ومحمد، شكرا كثير اليوم لحضوركم، للاغنيات الحلوه اللي سمعناها، للرساله الفنيه اللي عم تقدموها بالمسرح بالغناء. وشو رح نختم هلا مع الشباب؟ أناديكم. أناديكم، أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. نختم بهي الأغنية مع الشباب، وبتشكركم مشاهدينا. هي كانت ضمة الورد اليوم، ولقاءنا الأسبوع القادم مع ضمة ورد جديدة. إلى اللقاء. أناديكم أشد على